أطلقت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بمدينة أكادير عريضة استنكارية يعبرون من خلالها عن عدم رضاهم على الطريقة التي تدبر بها مصالح الجماعة الترابية لأكادير أشغال تهيئة شوارع ومدارات المدينة، إضافة إلى تأثير هذه الأشغال خصوصا في المدارات الطرقية على وسائل النقل، وذلك بعد تثبيت أحجار من الجرانيت العادي وسط المدارات بطرق عشوائية. تنم على وعي الجهات المكلفة بالمشروع بخطورة هذه الخطوة، والتي لقيت معارضة شديدة من عدد من ساكنة المدينة الذين توافدوا لتوقيع هذه العريضة، والتي سيتم توجيهها إلى كل من رئيس جماعة أكادير ووالي جهة سوس عام عمالة أكادير إذا ثنان ووزير الداخلية ورئيس المجلس الجهوي للحسابات في أفق التفاعل معها باعتبارها حق من حقوق المواطنين الدستورية للتعبير عن غضبهم وعدم رضاهم عن كل ما له علاقة بتدبير الشأن المحلي وكذا الوطني. السلام عليكم، حنا خويا من ناحية ديال هاد القضية ديال لي رونبوان اللي داروا لينا في المدينة، ما تنشوفوش داكشي إيجابي لا بالنسبة للصحة ديال المواطنين ولا بالنسبة للسيارة ديالو ولا بالنسبة حتى للدراجات. حنا دابا كتشوف ملي تطلع للسيارة كتبقى تفيبري كامل، اش من الفائدة من هادشي؟ تحلو لك البولون غير مؤخرا جمعت انا لي بولون ديال الطومبيلة عندي، السيارة عندي كلهم مشتتين، ما بدلت لي بنو تا هما كلشي تكرفسين، لان هذاك هو التراجي ديالي، هذوك لي رونبو هما التراجي ديالنا، وتنطالبوا باش يحيدوا لنا هذا الحجر هذا في اسرع وقت ان شاء الله. من الناس اللي وقعوا على العريضه؟ هي من بين الناس اللي وقعوا على العريضه. السلام عليكم، سميتي حسين المغاري، انا من ساكنه ديال اكادير، بحالي بحال جميع المواطنين اللي جاوا البارح وجاوا اليوم باش نوقعوا على هذه العريضه اللي دارت هذه الفعاليه المجتمع المدني. بالنسبه لذاك البافي ولا صح التعبير ذاك الجرانيت اللي كيحطوه في الطرقان اللي تكرفص لنا على الحديد ديالنا واللي ما تقونش وما داروش بطريقه صحيحه على الديسكريبتيف تاع سي بي اس. حنا كاينين في المجال ديال لاميناجمون بوبليك، دونك عرفنا شنو كنقولوا، نورمالمون ديك الطريقه ماشي هي باش كيتحط، وديك وديك لي كارفور فاش داروه كلهم كيشد واحد الفلو كبير ديال الحديد، والاغلبيه كتشكى منه، يعني صحاب البيكالات كيتشكى وصحاب الماطر كيتشكى والطوبيسات الطاكسيات جميع المستعملين، ما كاين حتى شي واحد راضي، وما خلينا من ما قلنا وشكينا وما خلينا ما درنا، وهاد عباد الله راه ما بغاوش يديروا الحل لهاد المدينه هادي، همشوها وتكرفصوا عليها. اش خصك العريه الختمه مولاي هي هادي. وشكرا. سعيد ليمان، مهندس معماري ومستشار سابق بالمجلس الجماعي لأكادير. احنا اليوم في صدد التوقيع على عارضه اللي الموضوع ديالها هو استنكار وتنديد بجوده الاشغال اللي كتقوم بها الجماعه. هي اشغال لا من ناحيه الجوده ولا من ناحيه المده اللي استغرقت، يعني ما كتشرفش مدينه اللي بغينا لها وبغاو لها السكان ديالها انها تكون هي قاطره ديال السياحه، قاطره ديال الاقتصاد المغربي، وبالتالي كتعيش تعثر في المشاريع الكبرى ديالها وتعثر في المشاريع اللي هي مشاريع تنمويه بالنسبه للمدينه. الساكنه ديال اكادير استجبت بقوه لهذه العارضه هذه، وفي اليوم الاول كان حضور وازن من ناحيه العدد ومن ناحيه حتى النوعيه ديال الناس اللي جاوا وقعوا على العارضه. هذا تعبير منهم القبول محتوى العارضه وقبول هذا التمديد هذا، وكان يعني كنتمناو ان الايام اللي جايه يكون الحضور ديال الناس يكون اكثر باش يكون الضغط كافي باش الجماعات تستجب للطلب ديال الساكنه في هذا الموضوع هذا. وشكرا.